ترأس سيادة المطران كلاوديو لوروتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عيد العذراء أم المعونة الإلهية، وذلك بكنيسة القديس يوحنا دون بوسكو بالإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مايو لهذا العام. شارك في الصلاة والاحتفال الأب أليخاندرو ليون الرئيس الإقليمي للرهبانة السالزيانية بالشرق الأوسط، والمنسنيور أنطوان توفيق نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب ماركوس حلمي نائب مدير ومنسق الرعاية التربوية لقسم التعليم الأساسي، والأب سمعان جميل راعي كنيسة القديسة تيريزة المارونية بالإسكندرية، والأب جيسوديس أوركيام مدير عام معهد دون بوسكو بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الساليزيان والآباء الفرنسيسكان والأخوات الراهبات. تضمن الاحتفال التطواف بالشموع وإلقاء الورود على السيدة العذراء أم المعونة الإلهية. مساء الخير. أول حاجة كل سنة وانتم طيبين لجميع العالم كلها، كل الناس في العالم بسبب النهاردة عيد العذراء. عيد العذراء مميزة، واحد من أعياد مميزة مهمة جدا عيد العذراء، بسبب انه هي ام للكل مسكونة، عشان هي ام الله. طبعا النهارده مناسب نحتفل هذا العيد خاصة بعائلة سلزيانية هنا في الشرق الاوسط وكمان كل العالم. مفروض 24 شهر 5 عيد عذراء مريم ام المعونة. النهارده احنا مبسوطين نحتفل مع كل الناس، مسيحيين مسلمين، بالمعهد، من مدرسة، من لوراتوريو، من المدرسة الصناعي إيطالي، وكمان الناس إيطاليين مصريين، كمان أبلاد من أخرى، كلنا جمعنا مع بعض هنا عشان احتفال. هذا العيد مميز بكل واحد إنه عيد هذا العيد أم المعونة، هي نحملنا تحمل في القلبها، وإن شاء الله دايما 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 صلواتنا إلكم. احنا نطلب صلواتكم كل واحد صوف هذا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. شكرا على مكتب الكاثوليك، شكرا كمان مرة. عيد العذراء بالنسبة لنا مهم جدا، لان هو عيد دون بوسكو. دون بوسكو هو اختار هذا الميعاد في يوم 24 مايو، النهاردة بنحتفل بيه يوم 23، عشان يكون معانا سيادة المطران كلاوديو. وعيد العذراء أم المعونة هو عيد في كل العالم، يعني احنا السلزيان في مصر بنحتفل به سواء في اسكندرية او في الزيتون او في رود الفرج، ولكن في كل بلاد العالم اللي فيها بيوت سلزيان بنحتفل برضو بعيد العذراء. احنا السلزيان موجودين تقريبا في 135 دولة في العالم، في المعدة كلنا بنحتفل بالعذراء أم المعونة. والعذراء هي أم، قبل كل شيء هي أم، زي ما كانت بتهتم بابنها يسوع هي برضو بتهتم بكل واحد مننا، لأنها قلبها كبير محب وشفاعتها كبيرة، وبنتعلم منها فضائل عظيمة جدا جدا جدا، خصوصا فضيلة الإيمان والتواضع. العذراء كان عندها إيمان غير عادي في ربنا، وثقة غير عادية في ربنا، وتواضعها رغم إن هي ربنا اختارها تكون أم يسوع أم المخلص، إنما كانت إنسانة بسيطة. العذراء دايما بتقول لأنه نظر إلى تواضع آمته. العذراء ما كانتش بتعتبر نفسها أم، ولكن عبدة بسيطة خادمة، عشان كده كانت إنسانة عظيمة في نظر ربنا وفي نظرنا إحنا أولادها المخلصين ليها ولربنا. Secondo lei cosa rappresenta oggi e cosa rappresenta il giorno di questa festa della Madonna? Questa è una festa molto cara a Don Bosco, perché la Madonna, denominata da lui Maria Ausiliatrice, ha fatto miracoli nella sua vita, lo ha aiutato sempre, e noi salesiani continuiamo questa tradizione
coltivando appunto la devozione alla Madonna. اليوم دوت بالنسبة لنا يوم عزيز علينا جدا لأن العذراء مريم المسمية بمعونة الغلابة معونة النصارى بتمثل دون بوسكو حاجة كبيرة جدا لأنها عملت معاه معجزات وساعدته كتير وإحنا بنكمل دوت ولازم نعظمها ونعمل لها احتفال زي ما دون بوسكو كان بيحبها. Nella sua vita cosa rappresenta la Madonna? E credo che anch'io sono uno dei fortunati ragazzi che sono stati presi, come si dice, sotto il manto della Madonna perché sono stato fortunato da giovane a entrare in un istituto salesiano. E Don Bosco infatti diceva che un ragazzo che entra in un istituto salesiano è accompagnato da Maria. Infatti poi io mi sono trovato bene e ho scelto la vita salesiana anche se come laico, non come abuna, come dite voi. Okay. هو بيقول ان هو بيعتبر نفسه من الناس المحظوظين ان هم اتحوطوا من مريم العذراء ودخلوا في الحياه السالزيانيه ليس ككاهن ولكن كمساعد ليهم. فهو من الناس المحظوظين اللي هي بتخدم هنا في الدير علشان تم اختياره من الساليزيان وتم اختياره من العذراء ان هو يخش يساعد مع الساليزيان.